عليكم كليتا ديالي، كيفتو؟ ما نتمناكم تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. كي كتشوفوا في العلوه اليوم قالت انني نفرش الصالون ديالي، قررت مع 9:30 الليل. كنت كنقول صراحه بلاتي شويه حتى يسالي من البني ديال واحد المجمع، ولكن قنط فقررت انني غادي نفرشو. ان شاء الله غادي نشارك معكم الفراش اللي عجبني والمحل ديال طلاماط والصالون قبل وبعد، فنتمنى الفيديو يعجبكم. اول حاجه جينا عند مول طلاماط هو الاول. هذا الناس اللي فتاز راه كيعرفوه، متوت لي في الشارع، والناس اللي فتازه ما تعرفوش. فنضرب بكم دويره هنايا تشوفوا. صراحه انا النوع اللي عامله في بالي الموديل والستيل ديال طلاماط اللي عجبني انا واللي باغاه عامله في بالي، ولكن راه فاش كتدخل لهنايا راه حاجه كتحنتك في اخرى. شوفوا هذا السريراق شحال مزيون، عرفت راه عاد في التصوير ما كيبانش مزيان، عرفتو مباشره كاين ما في واحد الماء غزاله. فاش كتدخلوا بنات كتكونوا عوالين على حاجه وكترجع كتبان لكم حاجه اخرى. هادو بنات كاملين، داك اللي مدورين مخد واللي تحت منهم كيكون طلميطه. هادو اللي هنايا غير طلامط عادي ديال العاديين ديال شي كليسايده صغيره وصافي. شوفوا هاد البجل البنات شحال مزيونين، وهادو اللي واقفين التوب ديال الكنابي. شوفوا هاد الغوز بيبي البنات هما حمقوني، ولكن الدار كاين اللي عملته في الدار كامله تجيني غوز بيبي، تجي فحال القشاوش ما غاديش تجي فحال الالعاب. شوفوا هاد الكليسه البنات كتحمق، حمقاتني السيجور بالحق، انا جاتني غاليه على انني نعملها صراحه غير في السيجور. عامله 2 مليون و 3000 درهم هيدا ولا 4000 درهم بالحق، واعره البنات لابونج لا كلشي. انا حمقتني ولكن صراحه جاتني غاليه انني نعملها غير في السيجور. هذا عاوتاني تجي بيده ديال طلامط العاديين. وهادو اللي مزيونين البنات، هادو تقريبا هاد ستيل كامل يلا خرج، ماشي بزاف باش خرجوا. صراحه هاد المحل عنده تلمطات كيحمقوا وعنده حاجه كتحنس في اخرى. شوفوا عاوتاني هاد الكنابي شحال مزيونين، انا عجبني البنات ستيلي في بالي في البيج والحمر الكرونه ماشي الحمر. شوفوا البنات انا هذا هو البيج اللي عجبني، كيجي مزيون وانا كيعجبوني الالوان المفتوحه. في الدار فاش كتكون لي سباس ديالها صغيره من الاحسن الالوان المفتوحه باش كتبان كبيره وكتبان مبهجه، وفي نفس الوقت ما كيطلعولكش في الراس. يعني بحال الطلاماط كيكونوا شويه غاليين كتجيك بزاف على انك كل شويه تبقى تبدلهم، كتمنلي يبقاو لك دائما ان شاء الله، ماشي دائما ولكن واحد المده طويله. شوفوا حتى هاد الالوان مزيونين، هاد الكري والزرق بالحق انا قلت لكم كيعجبوني الالوان مفتوحين. عامله في بالي البيج والكرونه. شوفوا هاد الزراق عاوتاني شحال مزيون. انا اللي عجبني البنات عجبني هذاك الباج، وفي المضمه تجي هاد الكرونه، هادي مخده واللي تحت منها مضمه. انا حايره ما بين هادو اولا هاد الجوج في الكرونه، داك فوق هاني مخده ولتحت هاني تلميطه، اولا هذاك راه هو اللي ليه نقرون. المهم هذاك ما عجبنيش بزاف بزاف. شوف هاد الكليسه في الصفيفه راه عاوتاني شحال مزيونه كيوت. شوف هاد الكريت، هاد الكري مزيونه البنات، ولكن شفت الناس بزاف عملوهم هاد الالوان. صافي انا اختاريت هذا كرونو وهذا المخده ديالو، هادو كيجيو في الوسط وفي الجنب يجي هذا في الباج. صافي البنات هذه هي الصاله ديالي كي كتشوفوها، الصاله المتواضعه ديال تي ماستر. كي كتشوفوا البنات ما فيهاش سدادر، حيت انا قلت للمستدادر مول طلاماط قلت له بغيت الطلاماط يجيوني مزيرين، ما بغيتش ديك الخيطه ولا الجباده باش يبقاو يتحركوا لي. قلت له يعني عمل لي شي حل، وقال لي نعمل لك بالسلسله يعني بحال يغلف لي السداري بالطلميطه فكيجيو مزيرين.
وبالنسبه لهاد المخد اللي كتشوفونا منزلين هادو كل كوستي كل صالات ديت لها منها مخده وهاد الخشبه بنات هاد السدادر وهاد الشيء نسيت شنو اسمه. ان شاء الله حتى نصيب الصالون نسالي كل شيء وساعه كل حاجه نعطيكم الثمن ديالها ونقول لكم شحال عملت الخشب وشنو اسمه الناس اللي عجبو ونقول لكم حتى طلعت شحال طاحوا عليا والرواق والتريه وكل شيء ان شاء الله. فما علينا دابا غير نتسنى وانا قلت له ما تفوتليش شي سيمانه يكونوا عندي واجدين سيمانه ان شاء الله ونوريكم الصالون من بعد ما تكسف عليه يلا حتى لنا يوم كن وصلنا لاخر الفيديو.